ازيك يا استاذ محمود؟ السلام عليكم كابتن اسامه، ازيك صح؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن اسامه، والله منور الدنيا. ربنا يخليك. انت طبعا صاحب الانفراد وبنشكر فيتو على تغطيه هذا الخبر. عايزك تحكي لي بقى تفاصيل هذه الواقعه يا استاذ محمود. في لاعب في نادي المقاولين، هو منطقه القاهره يعني ما اعلنتش القرار، بس لكن هي قالت ان القرعه هتتعمل بكره ان شاء الله، وحددت ان الضرب الاحمر دخل مكان المقاولين في القرعه، فيما معناه ان استبعاد نادي المقاولين العرب في مسابقه 2004 بسبب وجود يعني عدم صحه قيد لاعب المقاولين شيكا الشهير، لاعب اسمه شيكا. اه تمام. النادي الاهلي اللي انا عارفه، النادي الاهلي وصل له شهادتين ميلاد لنفس اللاعب، واحده مواليد 2001 وواحده مواليد 2004. فالنادي الاهلي قدم شكوى رسميه لمنطقه القاهره، ومنطقه القاهره تحت قياده المستشار خالد السمان لجنه الشؤون القانونيه بثت في الموضوع، وراحوا المدرسه بتاعه اللاعب، ودلوقتي في اجراء قانوني كمان ضد والد اللاعب في اسم البساتين، وفي قضيه معموله بخصوص هذا الامر. يعني في لسه القضاء بينظر في هذا الموضوع. فمنطقه القاهره حققت في الامر، فوجدت ان اللاعب فعلا، ومع بالتحقيق مع الامر تاكدوا ان اوراقه غير صحيحه، ولهذا تم اتخاذ هذا القرار. طيب ده بالنسبه للمقاولين العرب، استبعاد المقاولين العرب من بطوله سوبر منطقه القاهره 2004. طب بالنسبه 2004. للاعب، ايه ممكن الاجراءات اللي تكون على اللاعب شيكا يا استاذ محمود؟ اللاعب المفروض بيبقى ايقاف بقى، يعني هو ممكن ايقاف، ممكن ايقاف يصل لسنه مثلا، وبعد كده يلعب في السن الطبيعي بتاعه. ممكن يتشطب، هو بيتشطب ويقاف سنه. ده في اللائحه، والمفروض اساسا ان يبقى في لائحه اخرى لمثل هذه الامور. يعني مثلا يبقى يتم الاستبعاد نهائيا، يعني ما ينفعش لاعب بقى مزور ويلعب تاني، يعني يبقى في قانون رادع اكثر من اللائحه اللي موجوده حاليا. طب اللائحه المفروض اتفضل. اللائحه حاليا بتشطبه مثلا سنه، وبعد كده ممكن يرجع يلعب مثلا بعدها بسنه او اكثر، يعني اقل من كده. طيب دي الحاله الثانيه يا استاذ محمود في نادي المقاولين العرب، وانتوا كنتوا برضو كتبتوا في موقع فيتو الحاله الاولى كان اللاعب على ما اعتقد ابراهيم الونش في دوري 2005، لكن ما كانش تم استبعاد المقاولين العرب من بطوله 2005. هو في بطوله 2005 الموضوع اتعرف في مرحله المجموعات، تمام، وتم خصم 13 نقطه من نادي المقاولين، والمفروض بيصعد اربع فرق، فالمقاولين صعد كثالث في التصفيات النهائيه بعد حذف النقاط، والمقاولين لعب التصفيه النهائيه، وحاليا دلوقتي بينافس على المركز ممكن الرابع او الخامس. يعني هو اخر ماتش بكره في التصفيه النهائيه المواليد 2005، واللي حسمها امبل صالحه، ويليه الاهلي، يعتبر الاهلي برضه في المركز الثاني بقياده الكابتن احمد سمير بيبو. منافسه صعبه، بس يعني انا شايف ان موضوع التزوير والقضاء عليه ده المفروض يبقى يواجه باشد الاجراءات من منطقه القاهره ومن اتحاد الكوره، لان في اكتر من حاله لهذا الموسم، مش منطقه القاهره بس، ده في الاليويه كمان وفي اكتر من منطقه. طب انا عايز برضو اخد رايك، الظاهره انتشرت قوي وبقت بصوره كبيره، والنهارده بتهدد برضو يعني مستقبل ولاد صاعدين وواعدين، ممكن لعيبه تانية بتاخد فرصهم. احنا طبعا كل الاحترام لنادي المقاولين العرب، وبرضو الاداريين داخل الانديه لازم تعمل عمليه استعلام قويه جدا عن كل لاعب، ممكن الاداري بيجي له ورق سليم هنا وورق سليم هنا، فلازم برضو يكون عمليه يعني تحري من الورق بتكون بشده يا استاذ محمود. وطبعا يعني احترامنا لنادي المقاولين العرب من الانديه الكبيره، لكن عايز اعرف رايك في هذه الظاهره وانتشارها وتهديدها برضو لمستقبل الناشئين الموهوبين داخل قطاعات الناشئين في مصر. هو للاسف يا كابتن اسامه، موضوع التزوير ده ازمه كبيره، والانديه للاسف يعني بتقع في المطب ده. يعني المقاولين مش هو اللي مدور، يعني هو الناس هي اللي مدوره. تمام. في ناس محترفه في التزوير، يعني تلاقي جايب ورق سليم جدا، معاك ورق سليم وجايبه وانت على هذا بيتم قيد اللاعب في النادي وفي منطقه القاهره. تمام. فالمفروض يبقى في اجراءات اشد، من ممكن بقى مثلا يعملوا اجراءات ثانيه بخصوص القيد، اللي هي مثلا شهاده الميلاد، بيان قيد الاسره، تمام، حاجات زي دي. المفروض يبقى في اجراءات افضل
والمفروض يتعمل، انا افضل ان يتعمل دورات تدريبيه للاداريين في المناطق تمام. بخصوص عمليات القيد وبخصوص عمليات التزوير. يعني دلوقتي انت بتلاقي بتبقى في تحايل شديد جدا تمام. وتلاقي للاسف ولي امر تلاقي هو اللي بيمضي ان ابنه مواليد 2001 مثلا وهو مثلا 2005 وفي الاخر هو مش مستفيد حاجه. يعني انت تمام. بتلعب تمام. 3 سنين ولا 4 سنين وبعد كده ابنه مثلا بيبقى بطل قبل ما يوصل للفريق الاول. تمام، انا بحييك على الفكره دي يا استاذ محمود، ان يبقى في دورات تثقيفيه للاداريين داخل الانديه عشان عمليه يعني تسجيل اللاعبين. استاذ محمود درويش صحفي موقع فيديو، شكرا جزيلا لك. بالمناسبة احنا يعني مع نادي المقاولين العرب، مش ضد المقاولين العرب، نادي المقاولين العرب من الأندية المحترمة، من الأندية الكبيرة اللي خرج